سعيدة بيشتي. سعيدة شنو وقع لك؟ وقع لي الولد ديالي تخرج نهار الخميس مع 8:30 ديال الصباح مشى للمدرسة. لما مشى للمدرسة وقع لهم شي مشكل هو واحد الولد. هاد المدرسة فين؟ في السودة مؤسسة الحاج القدميري. قطعت لهم الأستاذة الشقيقة ديالهم قالت لهم سيروا عيطوا لوالديكم. هي الأستاذة ما كانش عليها تقول لهم سيروا عيطوا لوالديكم، كان عليها تتصل بالهاتف ديال الأمهات ديال الأبناء ديالنا. كلهم سيروا كل تعيط في التليفون وحنا كنا غنجيو، ما كانش عليها هي تطلقهم. دابا انا هاد الاستاذه يعني راه الغلط ديالها هي، انا مثلا حملاش المسؤوليه وكا كان يبان لها ولدي ما حملاش المسؤوليه، ولكن الغلط ديال هاد السيده اللي هي قطعت لهم الشكاكه وسرداتهم. الاولاد خافوا من العصا، يعني ولد واقع له مشكل في المدرسه بطبيعه الحال غادي يخاف ما يرجعش لدارهم. قطعت لهم الشكاكه وسرداتهم، يعني خرجوا الاولاد ما رجعوش. اليوم 5 أيام باش خرجوا. شكون هما هادو؟ قلتي لي واحد. لا ولدي وولد واحد الناس ديالنا تا هما بالسوده ساكنين، حتى هو الام ديالو محرقه عليه مشوطه عليه، حتى هي الام ديالو ما تبعتش ليه ولا نهار، لا انا لا الام ديالو. تنقيلو نقلبو ندازو نقلبو. شنو سميت الابن ديالك؟ الابن ديالي مهدي العلاني. شحال في عمره؟ 12 عام. دابا انا كنطلب من هاد الولاد الا كيشوفونا وليداتنا يرجعوا لنا، احنا مشوطين عليهم محروقين عليهم كي انا كي هي. وكنطلب من السلطه تساعدني، يعني اللي شافت هذا الولد او سمعت هذا الخبر كنطلب منها تساعدني، لان اي واحد راه غيكون ام، اي وحده غتكون ام، واي واحد اب يعني يديروا راسهم في بلاصتي شالهم ولدهم او بنتهم. يعني هاد النداء اللي تنوجهو لجميع الامهات وجميع الابوات، وكنوجهو حتى للسلطه يعني تساعدني. دابا اللي تلقيت فيها يعني خصها تساعدني، هاد الناس خصهم يساعدوني. الولد ديالي ما كنطلب منه الا كيشوفني يرجع للدار، لا الولد ديالي ولا الولد ديالي. يعني انه غير خايف من العصا ماشي اختطاف. انا مثلا شو انا مثلا شفتش بان زعما ما عارفه انا مختطف ولا ولا الولد خرج عمره ما خرج لي من الدار. كي ولدي كي ولد ديك السيده علاه تتعاود ليا من هذيك الولد راني ما تنعرفوش شنو هو. كتعاود لي مات هي ما كيخرجش من الدار، يعني تيلعب تيولي يرجع. انا كنطلب من هاد الوليدات الا كيشوفونا يرجعوا، ما يخافوا لا من عصا ولا حتى شي حاجه.